أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن الكريم فرموده بالحكمة والموعظة الحسنة. فيتعامل الإنسان مع الناس بالحكمة والموعظة الحسنة لكي ينجذبوا نحو الإنسان ونحو الدين القويم. بالحكمة والموعظة الحسنة معاملتكم بلكن دوریشون کمتر بشه. فيتعامل الإنسان مع من كان وظيفته أن يصوم في شهر رمضان، يقول له هذه المسألة، مسألة الصوم، وجب الصوم بالحكمة والموعظة الحسنة. نمیدونیم که وظیفه روزه بگیره. یه وقت نمیدونیم. نمیدونیم اشکال نداره. اگه بدونیم وظیفه که روزه بگیره و روزه نیست، نه مشکله. لا لا، في شهر رمضان نذر ما يصير. في شهر رمضان لا يجوز الصوم في السفر، لا بنذر ولا بغير نذر. هذا النذر في غير شهر رمضان، لأن في السفر لا يجوز الصوم. حتى في شعبان واحد يذهب مسافر، القصر في الصلاة والإفطار في السفر هدية الله، حديث الشريف. أيوه. لا، في شهر رمضان ما يجوز الصوم في السفر لا بنذر ولا غيره. أما في غير شهر رمضان في السفر لا يجوز الصوم. أما إذا نذر، بعض الروايات أكو جماعة من الفقهاء، مو إجماع، أنه يجوز مع النذر الصوم في السفر في غير شهر رمضان. لا ينعقد النذر، لا. وإذا صام لا يقبل لا من شهر رمضان لا من غيره. شوفوا بالنسبة إلى الأنبياء وعصمتهم، بالنسبة إلى هؤلاء تزاحمك بلا إشكال، تزاحمك. حتى الإنسان اللي مو عصمة عنده، عدالة عنده، ما يسوي هالأشياء إلا إذا كانت هناك كان مزاحم أهم. لا لا لا، لو لا، لو كانت شريعة لذكرت. لا إيه؟ لا، يقول يعني ما كان عنده مشكلة. الزوجة مشكلة في الوقت اللي نعمة، مثل الفلوس اللي نعمة ومشكلة في نفس الوقت. يعني عيسى بن مريم كان ما عنده هالمشكلتين، لا زوجة لا أولاد. لا، ما يخالف، يقول ما كان عنده مشكلة. اقرأ نص الرواية. لم تكن له زوجة تفتنه، يعني مشكلة، يعني ما كانت عنده مشكلة. مو هذا مدح، لا، هذا مدح. يقول هاي من هاي المشكلتين كان متبري. مشكلتين، نحن وظيفتنا شنو النبي؟ اي. ولهذا القرآن الكريم قال ورهبانية ابتدعوها، يعني المسيحيين هاي الرهبانية اللي عندهم بدعة منهم. يعني مو لازم إلا لأن عيسى ما تزوج فالرهبان لا يتزوجون، يذمهم القرآن الكريم. ليش لا؟ ليش لا؟ إذا صار أجير بشرط أن يكون هناك إذن الأب، يعني ولي عنده، اللي مبالغ طفل ولي عنده، إذا الأب يأذن ما يخالف. أجير في قراءة القرآن أو أجير في الكسب، ماكو فرق.
محل خلاف، جماعة منهم صاحب العروة، وببالي أنا هم هكذا صار نظري من الأدلة أنه هم يصير ما يخالف في الحج ما يصير، أما أي مو مكلف أما مو مقبول عنا هذا محل خلاف، مو مكلف بالإجماع. السؤال بالنسبة للآية المباركة إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، لماذا قال الله سبحانه وتعالى ومن لم يطعمه، لماذا قال ولم يطعمه ولم يغول ومن لم يشربه؟ لأنه كان هناك المياه والماء والشرب. الجواب ربما يكون من باب أن يذوق الإنسان شيئا، فهذا من هذا الباب ربما ذكرت الآية المباركة يطعمه. الآن یه چیز آماده یادم نیست به عنوان تفسیر قرآن، ولیکن خود طعم این تغییر تعبیری که در قرآن فرموده شاید چشیدن باشه. شرب عرفاً نمیگن به چشیدن، شاید عربیم یطعم به این جهت گفته شده. حالا ببینید تو تفسیر شاید بلی أي يعني من بغداد يروح؟ لا لا ما يأثر على الصوم. شوفوا الشارع حدد السفر 8 فراسخ، 8 فراسخ يو امتداد يو يروح ويرجع 4 بـ4. الآن خب بغداد والكاظمية متصل أصلا، ماكو صحراء بينهم. إي أما بالنتيجة الكاظمية وبغداد اسمان لمدينة واحدة مثل النجف والكوفة الآن. إي لا لا الآن بغداد والمدائن، بغداد والكاظمية، كاظمية هالصوب بغداد، مدائن هالصوب، هذا كل مدينة واحدة صارت عرفا، مدينة واحدة، مدينة كبيرة. المدار الصحراء بين هذه المدينة وتلك المدينة، أو بين هذه القرية وتلك القرية. الآن بين بغداد والمدائن ماكو صحراء، كل بيوت، مدائن كبرت بصوب بغداد، وبغداد كبرت بصوب المدائن، بغداد كبرت بصوب الكاظمية، كاظمية كبرت بصوب بغداد، يعني مدينة واحدة صارت من 50-60 كيلومتر. السؤال من كان عمله فيما بين مثلا كربلاء وبغداد فأراد أن يذهب إلى زيارة الكاظميين أو الكاظمين، كاظمين عليهما السلام، فهل يؤثر في صومه زيارة الإمامين في الكاظمية؟ الجواب الشارع قد عين الفاصل الشرعي والمسافة الشرعية 8 فراسخ، وليس هناك 8 فراسخ بين بغداد والكاظمية، والبغداد والكاظمية اسمان لمدينة واحدة حيث اتصلتا وهما مدينة كبيرة. السؤال حول المدائن أيضا، هل هو بنحو الكاظمية وحكم الكاظمية؟ الجواب المدار
هو الصدق في هذا المقام، فهما أيضا متصلتان المدائن من بغداد. السؤال حول مدينتان، مثلا يذهب الإنسان مدينة إلى مدينة الأخرى وبينهما مدى مدن متعددة، فلا يعد هناك الفاصلة شرع ثمانية فراسخ. فأريد أن أقول أنه في الصدق العرفي لا يلزم أن يكون هناك مثلا وجود الفاصلة أو مثلا الصحراء أو الشيء الذي يفصل بين مدينتين. الجواب إذا ضربتم في الأرض كما هو في الجهاد أيضا. فالمراد هو أي ذهبتم خارج المدينة أو الخروج عن المدينة. وأيضا في زمن المعصومين عليهم السلام، خاصة في زمن الإمام الرضا والجواد والهادي والعسكري والملحج عليهم السلام، انظر إلى المدن في العراق، وكانت هناك مدن كبيرة كسامرة والكوفة، فلم يرد في أي دليل من الأئمة عليهم السلام وصل إلينا بأنه يذكر الفاصل بين المدن بهذه الكيفية وأنها مدينة كبيرة أو لا، وإنما جاءت فقط اسم المدينة. السؤال تارة الكلام حول البلاد الكبيرة وأخرى حول مدينتان، وربما أحدهما كبير والآخر كبيرة والأخرى صغيرة أو اتصلتا. فيعد الإنسان هذا الكون وهذه المدينة حاكما مختلفون، مثلا الدوائر الحكومية مختلفة عن تلك المدينة الأخرى. الجواب نفس القضية، المدار هو عدم الاتصال، وإن كان عملانهما بنحو واحدة، والمدن الكبيرة تتشكل من البلاد الصغيرة كما هو الحال بالنسبة إلى طهران وكرج أو طهران والشهرري سابقا، حيث كان بينهما فاصلة، والآن في يومنا هذا هناك لا فاصلة بينهما وتعد مدينة واحدة وكبيرة. بدال الله في شأنكما يعني أبدا نبدأ واقعي نسخ نسخ واقعي معنى نداره أولم همينه از اول همين بوده چی؟ السؤال بالنسبة إذا فصلنا النسخ بمعنى إبطال الحكم، فما معنى النسخ في الآيات القرآنية؟ الجواب ما نسخ آية النسخ في القرآن بمعنى التكوين، ما ننسخ من آية أو ننسها فهو بمعنى التكوين. فالنسخ انظروا الكتب الأصولية النسخ بالمعنى الحقيقي يكون بمعنى البدء، فلا معنى له بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى. وحكمهما حكم البداء والإبداء. نه از اول خدا می دانسته که این حکم برای دوام نیست اما برای مصلحتی جوری مطلقه. فالنسخ بالمعنى الحقيقي في التشريع لا يوجد هذا المعنى. نعم هناك نسخ تكوين، النسخ بمعنى اظهار الشيء واظهار خلاف ذلك، فهذا هو معنى البداء. فما معنى البداء بالنسبة الى مثلا زيارة العسكريين؟ بدا لله في شأنك، أي البداء؟ أي أظهر الله سبحانه وتعالى هذا الشيء بعد أن كان مخفيا أو خفيا على الناس؟
يعني روايات میتونه مبين باشه مقيد باشه. الله سبحانه وتعالى كان يعلم بأنه هذا الحكم لا يكون دائما، ولكن لمصلحة ذكر المسألة بنحو يكون الناس توهموا أنه يكون دائما، ثم نسخه الله سبحانه وتعالى ورفعه وغيره مثلا بحكم آخر. السؤال إذا ما معنى نسخ القرآن بالحديث؟ الجواب أيضا نفس المعنى، وأيضا نسخ الحديث بالحديث هو بمعنى النسخ التكويني لا النسخ التشريعي. انظروا تصريح الفقهاء بأنهم لا يمكن المعنى معنى النسخ في التشريع. السؤال في بحث ظواهر القرآن حجته، ولكن يجب الفحص عن المخصص. فإذا فحص الإنسان على المخصص وظهر وصل إلى شيء وكان حجة وظن فهو حجة، وهناك بحث آخر بالنسبة للجاري والانطباقات خاصة في يومنا هذا. وإن كان من الأول هذا المعنى وجاريا أي المعنى الجاري وال انطباق، ولكن في يومنا هذا اشتد الكلام حول هذا. فمن فسر قول الله سبحانه وتعالى والحديث بمعنى خلاف الظاهر ويجريه ويطبقه على معنى آخر، هل يكون مبطلا للصوم أو لا؟ الجواب العروة ذكرت هذه المسألة، فإنه إن كان يعلم بأنه كذب أو فهذا يكون مبطلا للصوم. أما إذا كان جهلا مركبا فلا يعلم بكونه يكون مبطلا للصوم. السؤال حول الميزان والملاك، الجواب الميزان والملاك فيما بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى. فإن كان جهلا مركبا ولم يكن مقصرا في مقدمات هذا الجهل المركب لا يكون صوم باطلا، وإلا فالنتيجة تابعة لأخس المقدمات ويكون صوم باطلا بهذا الكذب. يعني جهل مركب. فإذا كان قاصرا لا يكون صومه باطلا، فأما المقصر فنقول نعم، وكان كونه مقصرا في مقدماته هذا مقدمات هذا الفعل. السؤال إذا نسب الإنسان شيئا للمعصوم أو للقرآن وبظن أنه يكون كذبا، حرمة فاعلي يا حرمة فعلي
ولكن كان مطابقا مع كلام الله أو كلام المعصوم، فهل يعد عد صومه باطلا أو لا؟ الجواب يرجع ترجع المسألة إلى قطع القاطع وقطع القطع القطاع. فقطع القطاع هل يعد مبطلا أو لا؟ فالمسألة راجع إلى هناك. فإن كان نظركم كصاحب الجواهر حيث لا يعده مبطلا، فلماذا يكون باطلا؟ السؤال على أنه في حقيقة الكذب هل يلزم العلم بعدم الخلاف، أي هل يلزم أنه يخالف الواقع؟ الجواب لا، الكلام يكون كذبا. فالكذب له حرمة فعلية ولنا حرمة فعلية، فما يكون كذبا هو الحرمة الفعلية. نعم، إن لم يكن ملتفتا إلى هذا الكذب فيكون معذرا بشرط أن لا يكون مقصرا في المقدمة. السؤال في الروايات، إن كان الملاك والكذب فيكون وضعا باطلا ولكن لم يعصي الله سبحانه وتعالى. الجواب يجب الرجوع على الروايات التي تبين الكذب. السؤال، إذا قال رسول الله وكان واقعا كاذبا وكان مقصرا في المقدمة، قاصرا في المقدمات. الجواب نعم، إذا كان مقصرا في المقدمات فيكون باطلا ومبطلا. اما نجف حكم کوفه رو نداره که نماز مخیر درش باشه، چون دلیل گفته کوفه و نجف بهش نمیگن کوفه، گرچه از نظر عرفی یک شهر شده، اما چون دو عنوان در ادله لحاظه تو حرم امیرالمؤمنین صلوات الله علیه اسمش چون کوفه نیست نماز مخیر نیست. بله 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 اگه عوض شد آره، اگه گفتن میگیم مثل که مسجد سهل زمانی که ما بودیم چند کیلومتر فاصله داشت با کوفه، اسمش کوفه نبود، اما حالا میگن خونه درست شده تا متصل مسجد سهل شده. گفتم اگه اینجوره مسجد سهل مخیر نماز درش برای مسافر. أي بل أي اليوم الإعمار الجاف يعني أي أي فمثلا على صعيد البصرة حد الرجوع الصائم أو رجوع المسافر كي يؤدي الأداء الصلاة أداء أن يرى جدران المدينة أو يسمع صوت الأذان. يس، مو صوت الأذان اللي بالمكبرة بالسماعة، صوت الأذان اللي واحد يأذن ومو صاعد فوق المناريس، لا على فد عمارة اللي بطابق طابقين، هذا ملاك. والهوى لا يكون منا اللي قالوا إذا منتفي، خلص إذا منتفي مكبرات ما على اعتبار، يعني في هالجهة ما على اعتبار. لا لا، المدينة اللي بيوتها طابق أو طابقين مو أكثر، إذا أكثر من طابقين خطرة من مكان أبعد. هذا الفقهاء صرحوا بذلك، لأن كل المطلقات منصرفة إلى المصادق المتعارفة. كلمة تعارف، كلمة متعارف بالعشرات، في الجواهر أكو، في الحدائق أكو، في مستند النراقي أكو، في العروة المثقى أكو. أي النسخ
ماكو نسخة تشريع يعني جهل. لا بمعنى الإبداع. بمعنى الإبداع إيه. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. هو ماك شوفوه هو إبداع كان. إذا ناجيتم الرسول الله عز وجل ما ذكر أن هذا الحكم محدود، ولكن الله من الأول كان يريد أنه محدود بس ما ذكر ذلك. ما يخالف المسألة، لا قلت النسخ بالمعنى الحقيقي باطل ماكو، أما بالمعنى المجازي إيه أكو. إيه. إيش من التشريع معنى الإبداع؟ إشكال ما بي؟ لا هذا لا بحث فيه. لا لا فقط غسل واحد يجزي عن الوضوء هو غسل الجنابة والسلام، حتى الأغسال الواجبة الأخرى لا يكفي عن الوضوء. كل واحد مسألة أكو وهي أن الإمام إمام الجماعة إذا صلاته لنفسه صحيحة المأموم يقدر يقتدي به، وصلاة المأموم صحيحة. مثلا إذا إمام الجماعة ثوبه مملوء دم أما ما يدري أنه دم، هذا الإمام إذا بعد الصلاة دره افتهم أن ثوبه كان مملوء دم صلاته صحيحة أم لا؟ المأموم اللي يدري هذا الإمام ثوبه مملوء دم ولكن ما يدري الإمام، إذا المأموم صلاته صحيحة. أما إذا الإمام غفه كان متوضي غفه وشك في أنه نام يولا غلب على سمعه أو وبصره أو لا يستصعب الطهارة فيقوم يصلي، المأموم اللي يدري هذا نام صاحي وما سمع مثلا هذا ما يقدر يصلي وياه، يعني بحيث الإمام إذا بالمستقبل افتهم صدق كان نايم صلاة لازم يقضيها. كل مورد صلاة الإمام لنفسه صحيحة، بحيث إذا علم بعد ذلك لا يحتاج إلى الإعادة والقضاء المأموم يقدر يصلي معه، أما إذا يحتاج إلى الإعادة والقضاء لا. فرق أكو ما إله معنى، موضوع ما إله. إيه ما يخالف شكو بي. ينوي الجماعة ويثاب على الجماعة. القرآن يقول كان من الجن. لا 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 كان مع الملائكة مو من الملائكة. كذلك توجد رواية لأمير المؤمنين سلام الله عليه يقول إن إبليس خلق من الطين، بدليل أن الله سبحانه وتعالى خلق الشجر من الطين من التراب، وخلق النار من الشجر، وخلق الشجر يعني مفهوم الآية لا تحزن. كذلك بعض علمائنا رحمهم الله تعالى كالشيخ الطوسي يقول أنه من الملائكة، ولا يعطي قوله بأنه من الجن. لا لا إذا كان هكذا وكان المعصوم عليه السلام قال ذلك يجب أن نؤول كلام المعصوم. أدري إذا أكو رواية ويعني مسند صحيحا إلى المعصوم عليه السلام لازم نؤول، لأنه مسلم أنه لم يكن من الملائكة، كان مع الملائكة مو منهم. بله بله
السؤال: زيارة عاشوراء الركعتان الزيارة هل هما جزء تعدان جزءا للزيارة؟ الجواب: نعم، زيارات المعصومين زيارات المعصومين كلها فيها صلاة الزيارة ما عدا زيارة أمين الله، وزيارات غير المعصومين الأئمة عليهم السلام ليس لها ركعتان من الصلاة صلاة الزيارة إلا زيارة أبي الفضل العباس عليه السلام. نعم، ظاهر ما إلها سند معتبر، يعني مو مسلم أن المعصوم عليه السلام كل هذه الكلمات قالها، لأنه ببالي أنه سند معتبر ما إلها. العفو، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Bye.